غمضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا. السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم في قناتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اذا اليوم جيتكم بوصفه، وصفه كريمه الكريم ديسير بثلاث طبقات، طبقه تاع الفانيليا، طبقه تاع بالنسكافيه ذوق النسكافيه، وطبقه بالشوكولا. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم راح تعجبكم ان شاء الله. وكما قلنا مع قدوم شهر رمضان المبارك ان شاء الله، على بالك في السهرات مليح الواحد ياكل هاد لي كريم ديسير يبرد قلبه بهم شويه. وهذه هي اليوم نبدا لكم، راح ندير نبدا باستعراض المقادير. عندي لهنايا نص لتر تاع حليب، عندي هنايا زوج مغارف ونص حتى ثلاثه تاع النشا، عندي هنايا مغرف تاع قهوه يعني مليحه معمره تاع لافاني، وعندي هنايا ثلاث مغارف تاع سكر. وعلى حسب نتوما السكر كيفاش تحبوا الحلاوه، تحبوا تزيدوا تزيدوا، تحبوا ما تزيدوش كيما حبيتوا. انا نحب ثلاثه تجيني يعني سوا سوا. اذا اول شيء واش ندير، نجيب الكسرونه هذه تاعي، ندير فيها الحليب. اوف يلا مانيش ندير فيها الحليب، ومن بعد نحط مايزينا وهو بارد بالتأكيد، نحط له مايزينا، نخلط نخلط مليح هكذا، بعد نحط الفانيلا هكذا، ونزيد نحط السكر هكذا، ونحطهم على نار نخليهم يتما، نطيبهم حتى تتقال. كيما تعرفوا لا كريم ديسير كيفاش القوام تاعها لازم يكون ثقيل ان شاء الله. انا نروح نحطهم يطيبوا ونعاود نرجع لكم نوريكم كيفاش نحطهم في الـ في الـ في الكؤوس. اذا البنات هاي ليك طابت معايا، كتشوفوا القوام اللي تكون عليه، هذا هو القوام تاع الكريم ديسير تاعي. درك انا واش ندير، نبدا نعمر في الكؤوس تاعي. هنا انا حبيت لا كريم ديسير تاعي حبيت نديرها في كاس هكا مايل، هكا مائل هكا راقد تما تجي. درك نحطهم وراح تشوفوا كيفاش يجوا. هذا تعمري هذا يعني باش تعطي هكا منظر شباب، و يبتل شويه الواحد في طريقه التقديم يعني تكون شويه متغيره. هلا 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 نزيد نعمر اذا البنات انا نكمل نعمرهم. ومن بعد واش نديروا، نتوما عاودوا امسحوا هذوك الزوائد هذوك اللي يجوكم في الكاس يعني باش تجيكم مليحه وكامل. نكمل ندير نفس الطريقه ونحطهم في الفريجيدار في البراد واحد 20 دقيقه هكذاك باش ما يحكموا روحهم ويشدوا روحهم مليح. ومن بعد نرجع لكم في الكريم ديسير الثاني. اذا البنات هذيك رجعت لكم الطبقه الثانيه اللي هي نص لتر حليب، ثلاث ملاعق او زوج ملاعق ونص تاع مايزينا، ثلاث ملاعق سكر، وملعقه كبيره مليانه يعني مليح تاع النسكافيه. اوكي درك نروحوا نبداو نديروا نفس الطريقه اللي درناها مع الطبقه الثانيه. نجيبوا الكاسرول تاعي هكدا، من بعد نجيبو المايزينا نحطوها يعني وهي باردة بالتأكيد، لأنو يعني المايزينا كيما تعرفو دير هذوك التكتلات. نحطوها نخلطو نفس الشيء هكدا،
كذا، نخلطوا كل شيء مع بعض. وهذه اللي بالنكهه تاع القهوه تاع نسكافيه، والله ما شاء الله يعني تعطيكم واحد البنه رائعه. نزيدوا السكر ونزيدوا النسكافيه هنا هكذا، نخلطوا. ومن بعد نروح نفس الشيء كما تعرفوا، يعني كنحطوا على نار ماشي قويه، يعني نار مليحه يعني هاديه، حتى تختار حتى ترجع بالقوام كما الكريمه تاع الطبقه الاولى. ونحن نعاود نرجع لكم. اذا هاي ليك البنات، شوفوا هاوليك القهوه تاع القهوه تاع نسكافيه الكريمه تاعها. ايضا نجي درك نديرو نفس العمليه اللي درناها مع هذه هنا. بعد ما بردت لي 20 دقيقه حكمت روحها وبردت شويه، نبداو نعمل كما قلت لكم، كيكونوا هكا شويه زوائد انتما امسحوهم بالبابي. انا كمان نعمرهم ونعاونو لي نرجع لكم. اذا انا جيتكم بالطبقه الثالثه اللي هي طبقه بالشوكولا. عندنا نص لتر حليب، عندنا هنايا ملعقه كبيره ماشي معمره بزاف تاع كاكاو خام نواغ. عندنا هنا 60 غرام تاع شوكولا، تحبوها ديروها شوكولا نواغ ولا تحبوا ديروها شوكولا اولي. هنايا زوج ملاعق ونص تاع مايزينا، وهنايا زوج ملاعق تاع سكر. اذا نروحوا ديروا نفس الشيء كيما درنا الطبقات الأولى. عندنا حليب هنا، نحطو لا مايزينا هنا، نزيدو سكر ونزيدو الكاكاو. كاكاو ماذا بكم تنخلوه، ونزيدو شوكولا هنا، ونخلط كل شيء مع بعض هكذا. حتى الشوكولا ولي هذيك ولا شوكولا نواغ، الا درتوها شوكولا نواغ باش تذوب. نروحو بالعقل بالعقل ونعاود نولي لكم في اخر المحطه. اذا البنات هاملي كما راكم تشوفوا الطبقه الثالثه هاي وجدت، وهاكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش، والكؤوس تاعي هنايا هاملك تشوفوا كيفاش ديجا مازال ما تخلصش الاخر تاعهم التزيين تاعهم، وراهم شابين زوينين. اذا في الاخير نحيو من هذاك البلاطو هذاك، نوقفوهم هكا عادي، ومن بعد نفرغوا الطبقة الأخيرة هكذا. ديروها نفس يلا نكملهم ونعاودو لطبق التقديم. إذن البنات هامليك لكريم ديسير تاعي هاي ليك وجدت، شوفوا ما شاء الله ثلاث ألوان ديغرادي أبيض وبني ولا كراميل وبني، يعني ما شاء الله. وهنايا شوفوا كيفاش درت لهم لي غوفري غولي، وكسرتهم كسرت اللون اللي هنايا بالنوات كوكو. هذه هي شوفوا كيفاش، ان شاء الله يعجبوكم ديروهم وينالوا رضاكم ان شاء الله. هادو نهديهم ساره نينا مريم وزيزو. يلا تهلاو في وحدكم، مع السلامة وإلى موعد آخر مع طبخة جديدة إن شاء الله.